مساء الخير. احنا على شاطئ البحر في امريكا. دي الشمسيات زي ما انتم شايفين، فيها مراوح وتكييف مركزي في كل شمسية. وادي الرمل على شط البحر في امريكا، وادي مدخل البحر يبدأ من هنا. لو لاحظتوا هنا الساعة دي مش بتاعتي، دي الحكومة بتسلمها لكل فرد داخل على البحر. لو بصيتوا على ايدين الناس كلها هتلاقوا نفس الساعة. حاولوا تركزوا في ايدين اي حد هتلاقوا نفس الساعة في ايدين اي حد. ايه شغلة الساعة دي؟ الساعة دي بتقيس نبضات قلبك، ها، ودرجة تنفسك، علشان لو انت جالك هبوط وانت بتعوم، مش بتغرق لسه، جالك هبوط وانت بتعوم، على طول الحكومة واللايف جارد بتوع الحكومة اللي هم حراس المية يبقوا عارفين انت فين. ادي اللايف جارد واقفة اهي جاهزة، بيكلموها باللاسلكي يقولوا لها في واحد في الحتة الفلانية، بتفتح الجي بي اس بتاعها بتعرف هو فين، اللي عنده هبوط او بيغرق، علشان تروح تطلعه فورا ومعاها جميع الاسعافات الاولية. هنا ده المدخل بتاع البحر. عشان تدخل المدخل بتاع البحر ممنوع تدخل كده بهدومك، لازم تاخد سديري يعومك زي عوامة ببلاش، كله ببلاش اهو. بص، محدش بيدفع ايجار حاجة ولا بفلوس، كل ده ببلاش ببلاش. تاخد السديري، ها، وتلبسه، ممنوع تنزل البحر من غيره، ها، زائد الإضافة للساعة دي علشان الحكومة تبقى رصداك لو جالك هبوط أو لو لقوك بتغرق، فورا يعرفوا أنت فين وحالة القلب عندك دلوقتي إيه ودرجة تنفسك إيه، فيبقوا جايين لك عارفين أنت فين وحالك إيه. وبعدين برضه يديك سديري عشان تعوم بيه، ممنوع تعوم من غير سديري وببلاش. يعني مش بس ممنوع انك تعوم من غير سديري، وببلاش ببلاش، ها، وجميع المقاسات، والحكومه حاطه ناس تخدم اهي، هي اللي بتدفع لهم، محدش بيدفع لحد. وبصوا لايدين الناس كلها، انا عايزكم تبصوا لايدين الناس كلها، هتلاقوا نفس الساعه، نفس الساعه اللي انا لابسها، نفس الساعه اللي انا لابسها اللي هي بترصد ضربات القلب وضغط الدم ودرجة التنفس بتاعتك. كل الناس لابسة نفس الساعة دي، الحكومة بتديها لك، لازم تلبسها، ما تقدرش تقلعها من ايدك. في الحالة دي الحكومة رصدك ورصدة انت فين في المية وحالتك الصحية ايه وانت بتعوم، علشان يفضلوا مراقبينك ومتابعين حالتك الصحية، ها. وكمان فوق كل ده علشان يتأكدوا انك في امان، لازم تلبس العوامة دي، سديري يخليك عايم على طول، علشان حتى لو تعبت او لو هتغرق او لو اغمى عليك في الميه يفضل السديري شايلك، لازم يفضل السديري شايلك، علشان حياتك مهمه قوي عند الحكومه الامريكيه. عشان كده الحكومه الامريكيه بتدي اي حد على البحر الساعه دي، وبتدي اي حد على البحر السديري ده، علشان حتى لو حصل له اغماء، عقبال ما اللايف جارد او حراس البحر والاسعاف تجيله، هو يفضل عايم على وش الميه حتى وهو مغمى عليه، ما يشربش ميه. دي امريكا واللي بتعمله لشعبها. يا رب تكونوا فهمتوا. بكرر تاني، ساعه من الحكومه لكل فرد نزل البحر، ساعه من الحكومه لكل فرد نزل البحر عشان تتابع بيها ضربات قلبك ودرجه التنفس، ها. واتنين، الحكومه بتديك عوامه، كل ده ببلاش ببلاش، ها، علشان تتابعك وانت في الميه ومحدش يغرق. شكرا.